الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت والعليم بأسرار الخلائق وإن خفيت. سبحانه وسع الخلائق علما وأحصاهم عددا وكفاهم رزقا. من عاش من خلقه فعليه رزقه ومن مات من خلقه فإليه مصيره وبين يديه حسابه. الحمد لله الذي أحاط علمه بحوادث الدنيا والآخرة وجرى حكمه في هذا الكون على مقتضى حكمته الباهرة. نحمده علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ونشكره جميعا على سوابغ النعم وفواضل الإحسان والكرم. ونتوب إليه ونستغفره ونسألك يا ربنا الوقاية من كل ما يورث الندم. يا حكيما بخلقه، يا عليما بخلقه، يا لطيفا بخلقه، الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقه برفق لجبيل كي لا تتلقى عيناه وتهز الكون براعات ودعاء يقبله الله تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن. يا إبراهيم فديناه. وأشهد أن سيدنا صلى عليه. لا أنا عاوز أسمع الصلاة على سيدنا النبي. ده عدد الناس اللي اقتصادي دي بتهالي لو كل واحد دفع 10 جنيه سد دون مصر. سمعونا الصلاه على سيدنا النبي. واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله صل عليه. سبحان من اسرى بعبده ليلا
لعبده ليلا من مكة من مكة من مكة إلى الأقصى الذي إلى الأقصى الذي باركت حول رحابه بهداك باركت حول رحابه بهداك ثم انتهى للمنتهى ثم انتهى للمنتهى بعروجه 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 وسمع إليك منبيا دعواك وسمع إليك منبيا دعواك وأذلته وأذلته أسمى مقامات الورى وأذلته وأذلته أسمى مقامات الورى بدنوه بقربه بدنوه بقربه وسماعه إياك وسماعه إياك ورفعته صلي على ده سيدنا النبي صلي ما بتحبوا سيدنا النبي صلي عليه ورفعته ورفعته فوق السماوات العلى ورفعته ورفعته فوق السماوات العلى في مستوى لم يدنو لم يدنو لم يدنو منه ملاك ورأى 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 مع الروح الأمين نمازجا ورأى ورأى مع الروح الأمين نمازجا لمن اهتدى ولمن بغى لمن اهتدى ولمن بغى وعصاك وعصاك قم يا محمد قم يا محمد قم يا رسول الله قم يا حبيب الله قم يا محمد قم يا محمد واركبن براقا واركبن براقا واخرق من السبع العلا واخرق من السبع العلا أتباقى أتباقى واسمع من الرب الجليل تحية ومن الخليل وصحبه أشواقا تقدم يا رسول الله تقدم يا حبيب الله تقدم يا رسول الله تقدم يا حبيب الله لا تخف من نور الله إحراقا صلى عليك الله يا رسول الله أما بعد أيها المسلمون عباد الله الله يكرمك لسه بنقول يا هادي الشيء اللي ينقلب على حد تبقى سنتكم لبن بتاعت الداخلية طيب ماشي حاضر نبطل كده كفاية ها نسمع كده ونخلي بالنا بقى اهي محبة في سيدنا رسول الله نصلي عليه يا ابو العريس حج محمد ابو العريس ابو دودار عايزين نسمع كده الصلاة على سيدنا النبي هذا هو المختار والبدر الذي كل البدور خضعنا نحو إلهه هذا هو المختار والبدر الذي كل البدور خضعنا نحو إلهه ما إن له في العالمين مماثل ما إن له في العالمين مماثل كلا ولا كلا ولا في الكون من أشكاله كلا ولا كلا ولا كلا ولا في الكون من أشكاله أسري به
أسريتي في ليلة سعدية أسريتي في ليلة سعدية وطئ السماوات العلى برعاله يا مسلمون يا مؤمنون يا مسلمون يا مؤمنون صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله فالكون والأكوان طوع يمينه والملك والملكوت تحت شماله يا مسلمون يا مؤمنون يا مسلمون يا مؤمنون صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله كلا ولا كذب الفؤاد وكيف لا كلا ولا كذب الفؤاد وكيف لا وهو الحبيب وهو الحبيب دعي لأجلي وصاله يا مسلمون يا مؤمنون صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله رأى وشاهد ذا الجلال بعينه رأى وشاهد ذا الجلال بعينه ما زاغ منه الطرف عند مآله يا مسلمون يا مؤمنون يا مسلمون يا مؤمنون صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلى عليك الله يا رسول الله. انت منين يا عمت؟ منين؟ انت رجل بركة. اوعى مخلوق خلقه ربنا يقوم ياكل وانا بتكلم. تسلم. عارفين ليه؟ لان الشيخ لما بتكلم كلام الشيخ نسمع يا ابني. ابن مسعود بيقول يا مفتي تثبت قبلما ان تفتي فانما انت توقع بالنيابة عن الله وعن حضرة المصطفى سيدنا رسول الله. الشيخ لما بتكلم هنا ما تقوليش لا عضو برلمان ولا دكتور في الجامعة. اعلى منزلة هو الداعية والشيخ. سمعني الصلاة على سيدنا النبي. لذا اقف الان من ها هنا من كفر مويس بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بداية الى العالم كله لما حدث بالامس القريب في يوم الجمعة استيقظ الشعب المصري كله على حادث ارهابي داعشي غشيم. ولد احنا مش عايزين نقول اسمه لان اسمه مثله كمثل الكلب او الخنزير. ولد طلع على مسجدين في دولة نيوزيلندا مسجد النور قتل 49 الرشاش اللي ماسكه مكتوب عليه صنع في اسرائيل. ولسه دلوقتي هقول لك من ضمن الكلام اللي قاله صدام حسين رحمة الله على صدام رحمة الله على صدام قال كلمة باخدها من الشيخ محمود جعفر اهو صدام حسين اسمع بيقول ايه في حق الشعب المصري كله. يقول صدام لولا جنود مصر لولا جنود مصر لولا جيش مصر لاحتلت اسرائيل كل دول الوطن العرب. الله على الجيش المصري الله على مكانة الجيش المصري الله على جمال الجندي المصري. هتلر سمعت بيقول كلمة بيقول لك ادوني سلاح الماني وجندي مصري ساغزو العالم كله. سمعني الصلاة على سيدنا النبي. مش بس كده اوباما رئيس امريكا يقول في حق المصريين اسمع قسما بالله العلي العظيم نقلا عن رئيس امريكا اوباما يقول
حسن لمصر ملك العالم كله، ملك العالم كله. عمر سليمان مدير المخابرات المصرية رحمة الله عليه يقول: بعد سنوات من الان ان المنطقة كلها ستدمرها الحروب والنزاعات الا مصر، الا مصر، الا مصر، فهي محفوظة بحفظ الله، فهي محفوظة بحفظ الله. ولن انسى كلمة حبيب الملايين الذي انقذ الملايين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اذ يقول: مصر ام الدنيا وهتبقى جد الدنيا. اما سيدنا رسول الله فقال في حق مصر: انكم ستفتحون مصر بلدا يسمى فيها القيراط، فاذا فتحتم مصر فاستوصوا باهل مصر خيرا. بقول لليهود: ولد اللي قتل 49 مدة القتل 6 دقائق، عمال يضرب الكل، عمال يضرب الاطفال 6 دقائق متتالية. ايوه اسمع، وبيصور بالتليفون بتاعه بث مباشر بدم بارد. انا بقول للشعب المصري كله، قالها الشيخ اللي ما كانش بيخاف من حد فاكرينه رحمة الله على عبد الحميد كشك. قال عبد الحميد كشك، قال عبد الحميد كشك رحمة الله عليه: قولوا لداعش، قولوا للإرهابيين، قولوا للمتطرفين: اذهبوا الى ضوء الشمس وانفخوا فيها، اذهبوا الى ضوء الشمس وانفخوا فيها، ان استطعتم ان تطفئوا ضوء الشمس فلن تستطيعوا، ان كنتم لا تستطيعون ان تطفئوا ضوء الشمس فاعلموا يقينا بان الاسلام لن يستمد نوره وقواه من ضوء الشمس، ولكن الاسلام يستمد نوره من نور الله، اانتم اقوى ام الله؟ حد يقدر؟ البلد دي محدش يقدر عليها. بقول لليهود، بقول لامريكا، بقول لاسرائيل، بقول للعالم كله. عارف ليه؟ لان اللي حاكمنا راجل والبلد فيها رجالة. سمعنا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدم بارد. انا اقول لكل من يستمع الي الان: بدم بارد، هذا الخسيس يقتل 49 مسلم، والرصاص مكتوب عليه صنع في اسرائيل، وما ادراك ما اسرائيل. هذه بداية بدأت بها. ثم اقول لكل من يستمع الي الان: اوعى تفكر ان الارهاب ما كانش موجود ايام سيدنا النبي، ما تصلي عليه ابدا. ايام سيدنا النبي، اسمع مني، كان في راجل اسمه لبيد ابن الربيعة. لبيد ابن الربيعة ده شاعر، وعلشان شاعر من الشعراء الذين لهم ثقل. خلي بالك من ده، اسمه ايه؟ اسمه لبيد ابن الربيعة. لبيد ابن الربيعة شاعر من كبار الشعراء. عمل ايه لبيد ابن الربيعة ده؟ اسمع الارهاب اهو، اسمع داعش اهو. كتب ابيات شتم فيها سيدنا النبي، وشتم فيها القرآن، وشتم فيها رب العالمين. كلمني كده بالراحة بقى معايا كده، نهدى مع بعض كده بقى. لما يشتم ربنا نهدى كده مع بعض ايه؟ لما يشتم ربنا لما يشتم ربنا ويشتم سيدنا النبي ويشتم القرآن، ارهاب ولا مش ارهاب؟ كلام النبي اهو. بس اسمعوا
ارهاب ولا مش ارهاب؟ بيشتم سيدنا النبي صلى عليه، ومسك الابيات دي ابيات شعر يهجو فيها رسول الله ويهجو فيها القرآن. يهجو يعني يشتم، يقل ادبه. بس يا حبيبتي، يهجو فيها يعني يشتم. وراح ماسك الابيات دي وراح معلقها على الكعب. دي الارهاب اهو، ايام سيدنا النبي اهو. المسلمين عملوا ايه بقى؟ خلي بالك اهو، اللي كاتب ده اسمه لبيد ابن، ما تبطل يا ابني انت اهو. بس بالراحه بالراحه خلاص. احنا متفقين يهجو يعني ايه يشتم، عشان الناس مفكره الارهاب لا لا لا، حتى ايام سيدنا النبي. بس احنا عاوزين نشوف اللي ايام سيدنا النبي كانوا بيعملوا معاهم ازاي. ما تصلي عليه، عليه 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 اهو اهو، يهجو القران يشتم، يهجو رسول الله يقول لي ادبه على سيدنا النبي، يهجو رب العالمين يشتم ربنا. اللي حصل، راح معلق الابيات دي على جدار الكعبه، فجاء رجل مسلم زي حضرتك، عارف عمل ايه؟ قرأ الابيات بتاعت الشعر، لقى شتيمة وقلة ادب في ربنا وسيدنا النبي والقرآن، عمل ايه؟ قل ادب عليهم؟ لا، مال عمل ايه؟ اسمع اسمع بقى ونتعلم. ايه عمل ايه؟ راح كتب تلات اربع ايات من القرآن، ووضع الايات جنب الابيات. متوحد الله. تاني تاني عمل ايه اهو؟ تاني اسمع، ايه كتب تلات اربع ايات، يعني مثلا كتب ايه؟ والتين والزيتون وطور سينين، راح حاطط الايتين دول جنب الشتيمة. فجاء لبيد بن الربيعة، الابيات بتاعت الشعر موجودة، قرأ الايات اسمع، فصرخ صرخة اهتز لصرخته كل من كان في البيت الحرام، مالك يا لبيد؟ قال ما هذا؟ قالوا انه القرآن الذي يتنزل على سيدنا محمد، للقرآن اللي بتنزل على محمد. فصرخ باعلى صوته قائلا اشهد بان هذا الكلام ليس من كلام البشر ولكنه من كلام رب البشر، دلوني على محمد. بيته فين ده؟ اروح لمحمد. دلوه على المصطفى محمد. يقوم يدخل على سيدنا النبي ويقول لسيدنا النبي اقرأ علي القرآن يا محمد، اقرأ علي القرآن يا محمد. يقوم سيدنا النبي يقرأ عليه القرآن، يصرخ بعلو صوته ويقول اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. مات سيدنا النبي ومات سيدنا ابو بكر الصديق، مسك الامارة عمر بن الخطاب، كان عمر بحبه بعت له يا لبيب تعالى، قال له امرني يا امير المؤمنين، قال له عاوز اسمع منك تلات اربع ابيات شعرية، سمعني الشعر بتاعك. فقعد قدام امير المؤمنين وقال بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم، قال له انا بقول لك اقرأ ابيات من الشعر، قل لي ابيات من الشعر، مش عاوز ايات من سورة البقرة. فصرخ هذا الرجل لبيد بن الربيعة لامير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقال يا امير المؤمنين والذي نفس محمد بيده، ما كنت اقول شعرا بعدما انت علمت وحفظت كتاب الله. انت الولد اليهودي اللي انت زعلان منه ده، انت عملت ايه؟ ايه ده؟ انت ناصب على اخوك في الميراث، واختك ناصب عليها في الميراث، وقليل الادب مع امك وابوك، وما بتصليش. يعني انا دايما كلامي كله دايما 90% منه بتكلم عن الام والاب، ام والاب مش كده؟
قسما بالله العلي العظيم جاءتني اتصال من المملكة العربية السعودية اب من محافظة التقالية وقال لي عم الشيخ انا في السعودية بكلمك انا اقيم في محافظة التقالية. بقول له منين في التقالية؟ قال لي التقالية وبس ما فيش غير كده. بس بقول لك بهالوصوتي انا بدعي على ابني عربية فرتكو ما لقيش تربة تلمه. اب بيدعى على ابنه ان عربية فرتكو ما يلاقيش تربة تلمه. ايوة. بقول له في ايه يا عم الحاج ابنك عمل ايه؟ عارف قال لي عمل ايه؟ قال لي ابني عنده 20 سنة مسك السكينة لاخته اللي في سنة 5 ابتدائي وفعل معها الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. يا خبر ابيض. في امة سيدنا النبي وانا جاي عليك دلوقتي تليفون واحدة بتكلمني من مدينة اجا دقهلية. قل لي يا عم الشيخ مصيبة. اب سجن ابنه 3 اشهر. قلها ورضي؟ قال لي ايوه. يا خبر ابيض. رضي؟ ايوه. شفت البنت والراجل بتاعوك المرج؟ اغلى شيء في الدنيا بعد توحيد الله. حدينا مثل يقول لك الضنا اهي عاوزين نسمع الضنا ايه غالي. ضنايا ده ضنايا دي نور عيني. ضنا غالي. المرج راجل اتجوز واحده كبيره عنه 20 سنة. بعد لما اتجوزها شوفوا ده مصيبه ما بيخلفوش. قال لهم الولد اتجوز واحده تانيه اتجوز الواحده التانيه خلف 3. بسم الله ما شاء الله. الكبيره ام 20 سنة طلبت من الباه قالت له ولادك 3 دول لازم تموتهم. خبر ابيض. اموت ضنايا؟ ايوه. الكلام ده مش بقول كان يا ما كان ده في المرج وحصلت والدنيا مقلوبه على التلفزيون والفيسبوك. ولادي اموتهم؟ ايوه. المصيبه الطمه الكبرى يا عم الحاج ان الراجل ابوهم راح لام العيال قال لها لازم الاولاد دول يموتوا. مين يموتهم؟ امهم. ام تمسك 3 اولاد وتجيب اناء في مي وتحط ماده كاويه زي البطاس وتمسك 3 تغرقهم كده ضنايا اموتوا لغايه لما يموت 3. ايوه. مفيش لحم. لحم والجسم والكل ساح. ايه ده؟ طب انا بناشد القضاء بتاعنا انت مستني ايه؟ يعني انت الموضوع ده حصل وخلاص واعترفوا القضاء المصري النزيه انت منتظر ايه؟ ده دول يجوا في ميدان امام الناس كلها ايه؟ ويطبق عليهم شرع الله. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ايها الجمع الطيب اقول لكل من يستمع الي الان نقلا عن القاضي شريح. انا لما اسألك في ليلة الدخلة واحنا النهاردة في ليلة الدخلة عامل ايه مع مراتك يا عم الحج؟ هتقول لي عامل جمعية بتسمعني الصلاة على سيد البشرية. عامل ايه مع مراتك؟ خلينا نلطف بقى شوية من الهم اللي احنا كنا فيه دي يا حاج. عامل ايه مع مراتك؟ بقول لكل الناس اللي سمعاني سيدنا النبي قال كلمتين يا حاج لازم تحطهم حلقة في ودنك وامهاتي واخواتي سمعيني. سيدنا النبي قال في حق النساء لا تستقيم المرأة للرجل على شيء. انت تقول شمال مراتك تقول لك يمين. انت تقول عاوز اكل لحمة بقري هي تقول لك لا مفيش احلى من الجملي. سمعني الصلاة على سيدنا النبي. ولا قلت قبل كده الفرق بين المنتخب القومي والفرق بين مراتك؟ ان المنتخب القومي بتاع مصر ينغلب انما مراتك لا تغلب ابدا. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قاضي شريح قبل واحد اسمه الامام الاعمش. فالامام الاعمش بيسأله سؤال كيف حالك مع امرأتك؟
عامل ايه مع مراتك يا حم الحاج؟ اخبارك ايه مع المدام؟ قال تزوجتها منذ 20 سنة ما رأيت منها سوءا قط. خبر ابيض، 20 سنة مفيش غلطة؟ قال له ايوة. 20 سنة مفيش ولا غلطة؟ قال له ايوة. قال له ازاي؟ اسمع وخلي بالك، خلي بالك يا عبد رمضان، في ناس دلوقتي هتطوق منك، صح ولا غلط؟ ويخرب بيت الكاميرا وبيت الفيسبوك وبيت النت وبيت الواتس ايه؟ لا لا، طب بالله عليكم زعلانين دلوقتي ولا لا؟ انتوا عاوزين تشوفوا الجثه والجثه ما تنشفش. كيف حالك مع امرأتك؟ مرني. حاضر يا خرابي. حاضر حاضر عينيا يا عم الحاج بتاع التلين. حاضر. طيب انت عاوز القصه دي؟ طب اسمع قصه احسن منها دلوقتي وخلي بقى هقولها. حاضر حاضر، بس اسمعوا دي. طب ايه رايكم عندنا في مدينه الزجاجيك يعني عشان طيبين ها الشرقيه في الشرقيه لكم مثل كده بتقولوا علينا ايه؟ اوعى احنا طيبين. احنا اللي عذبنا القطر. كرم. اسمع مني، عندنا في الزجاجيك واحدة ست، واحد زي حضرتك دخل سوبر ماركت، خلي بالك من كل كلمة، دخل السوبر ماركت، هدي التردد يعني شوية، دخل السوبر ماركت فلقى واحدة ست عمالة بتصل، كل ما روح يشتري كيس الست دي عمالة تبرجله وتبحلق فيه بتصل، فقال لها في حاجة يا حاجة؟ قالت له يا ابني ابني من 3 سنوات صدمته سيارة ومات، وكان 70-80% يشبهك، استحملني انت عارف قلب الام. قال انا اسف يا حاجة. في حاجة يا امي؟ قالت له نفسي اسمع منك كلمة يا امي. قال لها حاضر يا امي. قالت له انا همشي بس ليا طلب عندك قبل ما امشي. قالها اموري. قالت له انا ماشي عاوز اسمع منك 3-4 مرات كلمة مع السلامة يا امي، مع السلامة يا امي. قالها حاضر، مع السلامة يا امي، مع السلامة يا امي، مع السلامة يا امي. الست دي اللي حصل طلعت الواد خلص بيدفع الحساب، حسابك كام؟ 500 جنيه. قال له طب اتفضل ال 500 جنيه. قال له حساب امك 6000 جنيه. قال امي. امي امي مين يا عم؟ انت مش عمال تقول مع السلامة يا اما، مع السلامة يا امي 6000 جنيه. قال يا مش امي. قال انا لا، الكلام ده مش عندنا، هات الكاميرات اهو. مع السلامة يا امي، مع السلامة يا امي، دفعات الست. هو حد فيكم يحصل معاه الكلام ده؟ الكلام ده منضحك على جماعة الشراب عشان طيبين سمعنا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقاضي شريح انت متخيل اهو بيسأله عامل ايه مع امرأتك؟ قال له اسمع. قال له ايه؟ قال له في الليلة التي دخلت بها. ايه؟ قال له ليلة الدخلة. خبر ابيض، هيتكلم عن ليلة ايه؟ الدخلة. قال له عملت ايه؟ قال له استنى، زمان كنت لما اخد عروسة كده مش زي دلوقتي، زي دلوقتي امي تروح مرة واختي تروح مرة ويشد شعرها مرة والاشرب مرة، لا ده البت اسنانها مش مظبوطة، لا ده البت شعرها ايه اقرب، لا كل حاجة ايه لازم، وان كانت منقولة من بنها رايحة مثلا، مثلا عندنا الشرقية يقول لك استنى شوف البت ديت لانها منقولة، سمعنا الصلاة على سيدنا النبي. فبدل منقولة لازم العيار يكون عيار كام؟ عيار كام؟ فرزي اول، مش كسر سيراميك. الشاهد عامل ايه؟ زمان بقى ما كانش الكلام ده، زمان المشايخ كانت لما تتجوز كان بختك يا ابو بخيت، بطيخه يا حمرة يا جرعه. بس خلي بالكم الحته دي، المشايخ يا حاج ما بتلغلبش ابدا، ده
دايما المشايخ البطيخ بتاعهم ايه؟ احمر احمر. الشاهد اللي ليلة الدخلة اهو زمان والله بكلمك جد كان بختك يا وبخيت. فالرجل ده بيقول في الليلة التي دخلت بها عاوز يعمل ايه؟ بيقول كشفت عن وجهها، بكشف الغطا كده عن وشها القاضي شويح، بيقول فوجدت جمالا نادرا وحسنا فتانا، فقلت لأصلين لله تعالى ركعتين شكرا. طلعت البطيخة ايه؟ عايز اسمع البطيخة ايه؟ حمرة حمرة. خلي بالك يا حاج ايه حمرة. والله انت راجل بركة، بس صل على سيدنا النبي. البطيخة طلعت حمرة. ايوه. فالقاضي شريح عاوز يعمل ايه؟ عاوز يقدم حاجة لله. فلما لقاها قمر 14 قلت لأصلين لله تعالى ركعتين شكرا. عندنا واحد كان بيسمعني عاوز ينفذ الكلام ده، قل له يا لا روح شوف يا ابني الموديلات بتختلف، في موديل 76 وفي موديل 79 وفي موديل 2018. موديلات هي الموديل القديم حلو، خلي بالك الموديل القديم ما تلاقيش زيه ابدا، بس مشكلة الجديد ان في تكييف. سمعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك اهو. فعندنا واحد قلت له يا ابني شوفها، قال لي والله ما انا شايفها، انا عاوز اعمل زي القاضي شريح اشوفها واصلي ركعتين لله. المهم اجى ليله الدخله الساعه 2 بالليل لقيت التليفون بيرن علي، عايز ايه؟ قال لي انا واقع في ورطه. قلت له ايه مربوط؟ انا ماليش في الكلام ده. مربوط؟ قال لي لا مربوط ولا نيله. امال ايه؟ قال لي يا عم الشيخ انا كشفت الغطا عن وشها عشان الاقي قمر 14 عشان اصلي ركعتين لله، امي اللي جايباه، انا بكشف الغطا عن وشها. قلت الله اكبر سلام قولا من رب الرحيم، نويت اصلي 4 ركعات على من حضر من اموات المسلمين. طب ما احنا قلنا لك ها بص عليها، سمعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ارجع للقاضي شريح بيقول ايه؟ فقلت لأصلين لله تعالى ركعتين شكرا. العريس وابو العريس وآل دويدار عبد السميع سمعني الان لما تصلي في ليلة الدخلة ها؟ يقول فلما صليت وجدت امرأتي قد صلت بصلاتي وسلمت بسلامي. احنا حذلنا بناتنا بقى اول ما بتخش بتعمل ايه؟ تقول لك مكسوفة مكسوفة منك، مش كده ولا ايه؟ شفت الشيخ بيغني ازاي؟ اه والله زي ما بكلمك اهو. بيقول فقلت لأصلين لله تعالى ركعتين شكرا، فوجدتها قد صلت بصلاتي وسلمت بسلامي. الله. واحد هيسأل يقول لك طب هو ما كانش حاسس وهي بتصلي جنبه؟ لا. ليه؟ لانها كانت بعيدة عنه متر يا عم الحاج، ما هي لو جربت منه في ليلة الدخلة لهم صلي ولهم صلي وسنتهم. سمعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله. مبسوطين انتوا جو من الكلام ده جو؟ سمعني الصلاة على سيدنا النبي. الشاهد ليلة الدخلة يا عم الحاج القاضي شريح دي مراته يمد ايده، حلال ولا حرام؟ ها حلال ولا حرام؟ بيمد ايده بمد ايده. فقالت له على رسلك يا ابا امية نزل ايدك. خرب ابيض نزل ايدك. قال لها انت مراتي. قالت له ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله، اما بعد. شفت العروسة بتقول للعريس في ليلة الدخلة ايه؟ وياريت ياريت جميع البنات اللي سمعاني دلوقتي يتعلموا الكلمتين دول. يا ريت اي ام سمعاني الان سواء الان في محافظة القليوبية في بنها كفر مويس اخواتنا البنات او ممن يشاهدوننا الان عبر الشبكة العنكبوتية، اقول لك بقلو صوتي خلي بالك اهو. يا ريت لما العروسة في ليلة الدخلة كل جزها اسمع، اما انت فأنت رجل غريب عني. هتقول لي غريب ازاي؟ ما هم مخطوبين بقالهم سنة، ما انا ممكن اعمل فيها ان انا الامام ابو هريرة والامام البخاري
واول ما اخد بنتك اطلع ابن 60 مش في 70 في 90 وقليل الادب. والكلام ده بيحصل كتير. ما تسمعني الصلاة على بشير النذير اهو بتقول له اما انت فانت رجل غريب عني وانا امرأة غريبة عنك وليس لي علم باخلاقك. انا مش عارفة انت اخلاقك ايه، انت طلباتك ايه. اسمع بقى الست بتقول لي بتدخل الجزء اهو، فقل لي ما تحبه، بتحب ايه اعمله، وقل لي ما تكرهه فاجتنبه، بتحب ايه اعمله، ما بتحبش ايه عشان اجتنبه. الله اكبر. شيخنا اهلا، انا مأذون كفر امي. اهلا وسهلا، قدرك الله يفتح عليك. فقدرك يا رب، ده شرف ليا. ربنا يعزك يا رب. لا يا خمر، ربنا يعزك، اطلع لك، ده شرف ليا. ربنا يعزك يا رب. يا رب دي المأذون عشان ما حدش يستغرب. ما يرفع فرحك يا رب، ربنا يديك الصحة يا رب. أما بعد، فأنا امرأة غريبة عنك وليس لي علم بأخلاقك، بتحب إيه؟ أعمله، بتكره إيه؟ ما أعملوش. عارف الرجل رد عليها قال لها إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله، أما بعد فلقد قلت كلاما لو ثبتي عليه نفعك. كلام اللي انت قلتي ده كلام طيب، إن انت كانت كلام من قلبك وطلع من قلبك هينفعك، انما ان كان اسطوانة مشروخة امك محفظها لك كان حجة عليك. احب كذا، يا ريت يا ريت يا ريت العريس ابننا ابن عائلات دويدار اجي ليله الدخله ساعه ما يقفل الباب، اول ما يقفل الباب، والكلام ده انا بقوله للدنيا كلها، يقفل الباب يقول للعروس يا عروس رقم واحد امي وابويا واخواتي، امي وابويا واخواتي، ضغط عالي ضغط عالي، ممنوع الاقتراب او التصوير، مثلهم كمثل المؤسسات العسكريه، صليتم على سيد البشريه، انا بحب كذا واكره كذا. تقوم تقول له وما علاقتك باهلي، هتعمل ايه مع حماك وحماتك؟ قال لا احب ان يملني اصهاري. قالت وما علاقتك بجيرانك؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. صليتم على سيدنا رسول الله؟ اللهم استر عوراتنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، تولى امرنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، فك اسرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وتخريب المخربين وعبث العابدين وطمع الطامعين وفساد المفسدين. اجعل مصر وشعبها وجيشها في امانك وضمانك يا الله. اجعل مصر وشعبها وجيشها في عنايتك ورعايتك يا الله. عباد الله، شكرا لكم حسن استماعكم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول ربنا جل وعلا في قرآنه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال نبينا المصطفى: الدعاء هو العبادة. الآن يطيب لنا اللقاء أن نعيش في رحاب هذه الانتهالات والمدائح النبوية التي نستمع إليها من شيخنا الجليل صاحب القدر الكبير الإذاعي القرير يبتهل الشيخ أسامة هلال بقرية بن هلال مركز منيا القمح الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكور. Oh,
الله.